طيب دكتور حمزة نبدأ. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم جميعا في ندوتنا اليوم بعنوان مكافحة العدوى وطرق الوقاية، والتي ينظمها قسم التسويق في المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة. أولا اسمحوا لي أقدم نفسي، أنا اسمي علاء الدين نور الدين محمد إبراهيم، مدير الشؤون الأكاديمية بالمستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة. واليوم أنا تشرفت أن أكون مودريتر للندوة من قسم التسويق. بعد أشكركم جميعا، نحن كلنا إن شاء الله بالمستشفى بجميع أقسام المستشفى السعودي الألماني في خدمة المدينة المنورة وفي خدمة أهلها. اليوم معنا نجم من نجوم المستشفى السعودي الألماني، بطل من أبطال الصحة. اليوم معنا الدكتور حمزة. الدكتور حمزة شرف الدين هو مدير قسم مكافحة العدوى، وهو اسمحوا لي يعني أنا زي ما قلت أول، هو بطل من أبطال المستشفى في مواجهة الكورونا وأزمة الكورونا، والفترة الماضية كلها كان من عنده فارس من فوارس المستشفى. أهلا وسهلا فيك دكتور حمزة. شكرا أستاذ علاء على هذه المقدمة، ويعني نأمل إن شاء الله إحنا نكون على قد التوقعات وقد المستوى. اليوم إن شاء الله بنتكلم على موضوع مهم جدا في مكافحة العدوى وطرق الوقاية منها، وخصوصا الكوفيد أو الكورونا. طبعا الموضوع ده هو موضوع الساعة، ياما أثر على المجتمع ككل، أثر على الاقتصاد ككل، أثر على الحياة بين الناس. فلازم إن إحنا نبقى عارفين وعندنا ثقافة عن المرضى وكيفية تجنبه وكيفية علاجه. إحنا طبعاً الندوة دي هنبدأها بإن إحنا طبعاً هو الكلام مكتوب إنجليش، بس إن إحنا طبعاً هنترجم بالعربي بشيء يكون مفهوم. وطبعا بنرحب بالأسئلة في أي وقت بالإجابة عنها. طبعا ده عشان نوعي الناس بالكوفيد أو الكورونا، وندي للمستمعين فكرة عن المشكلة الكبيرة بتاعت الكورونا، وإن إحنا برضو ندي فكرة عن جزئية المستشفى السعودي الألماني بخصوص التعامل مع حالات الإيجابية من كورونا وبروتوكولات الصحة في الموضوع ده. طبعا كورونا فيروس هو مش فيروس جديد، ولكنه اكتشف سنة 1960، والحقيقة بيحتوي على عدة فصائل كان ظهرت منها السارس. طبعا كلنا نسمع عن السارس، ظهر في وقت من الاوقات قريبا، والميرس كوفي او ما يسمى كورونا الابل. طبعا الامراض ديت ادت الى وباء على مستوى العالم، ولكن لم يكن بمثل هذه القوه او بمثل هذه بمثل هذا الانتشار على مستوى العالم. طبعا هو الكورونا او فيروسات الكورونا هي زي ما احنا قلنا هي يمكن 6 انواع او اكثر، وحتى النوع الواحد يحتوي على فصائل عديده. طبعا الاعراض بتيجي للشخص من زي نزله برد عاديه الى التهاب رئوي حاد، الى التهاب في الشعب الهوائيه ينتج عنه، الى الوفاه لا قدر الله. طبعا كورونا فيروس او الكوفيد كان بيسمى قبل كده بنوفل كورونا فيروس او الكورونا فيروس النادر. ده طبعا اول ما انتشر في الصين، وكان بيسموها التهاب رئوي، ما كانش لسه الفيروس معروف او ما كانش حد متوقع ان هو ده الفيروس المنتشر. طبعا انتشر في سوق للاسماك والحيوانات البحريه في مدينه ووهان الصينيه.
في الأول طبعا بداية ظهوره على أول السنة تقريبا اللي هي ديسمبر 31 2019، وبعدين بعد كده في 2020 طبعا بدأت الحالات تكتر، وبدأ في يونيو في يناير يظهر الفيروس ده، وإن الصين تتعرف عليه وإنها تدي تحذير للعالم إنه في فيروس جديد وهينتشر. بعد كده في نص يناير تقريبا اللي بدأ يبقى فيه حالات وفيات، وبعدين بعد كده بدأت تايلاند تعلن إن عندها حالات في البلاد عندها، وبعد كده منظمة الصحة العالمية بدأت إنها تعلن إن في وباء عالمي في عديد من الدول. لو احنا عايزين نقارن بين 3 حاجات، طبعا الميرس كوفي او كورونا الابل ديت موجوده اصلا في السعوديه من سنه 2012 تقريبا، وبرضه كان لها اثر كبير في الوفيات، او في طبعا الوفيات فيها كانت اعلى بس بسبب ان عدد الحالات كانت اقل. فطبعا احنا دي بتنتقل عن طريق الإبل، خصوصا رعاة الإبل أو رعاة الماشية، ودي أول ما انتشرت في المملكة العربية السعودية سنة 2012، وكان في منها حوالي 2400 مصاب، وكان عدد الوفيات منها حوالي 35%. السارس قبل كده انتشر في العالم، بس كانت عدد الحالات كلها على مستوى العالم حوالي 10,000 حالة، وكانت عدد الوفيات 10%. طبعا الوهان أو الكوفيد أو الكورونا الجديد اللي هو منتشر حاليا حوالي 20 مليون مصاب في على مستوى العالم، وعدد الوفيات حوالي 700,000. هو يعتبر الوفيات 2.5%، يعني أقل من الميرس كوفي أو أقل من سارس. زي ما احنا شايفين ده احصائيه وزاره الصحه في بالنسبه للكورونا. طبعا يمكن عدد الحالات دلوقتي بتتراوح بين 1300 ل 1400 حاله جديده في اليوم، وبرضو العدد الاجمالي للمصابين في المملكه العربيه السعوديه حوالي 300,000. طبعا لو احنا بمقارنه سريعه، لو احنا قلنا ان البوبيوليشن او عدد السكان في المملكه العربيه السعوديه حوالي 30 مليون بما فيهم المواطنين وغير المواطنين، فيعتبر 10% اصيبوا بالفيروس، وده دليل ان هو سريع الانتشار. عدد الوفيات في المملكه العربيه السعوديه لله الحمد كان حوالي 3,500، وده يعتبر 1% وفيات، يعني يمكن أقل عدد وفيات على مستوى العالم، من أقل عدد أعداد الوفيات على مستوى العالم بالنسبة للكورونا كانت المملكة العربية السعودية. طبعا انتقاله كان بداية من الحيوانات أو كان بيقولوا عليه الخفاش، بعد كده بدأ إن هو ينتشر بين البشر وبعض الناس بعد بعض الناس. طبعا هل العدوى تنتقل بس من الشخص اللي عنده اعراض تنفسيه، او شخص ايجابي ولكن ليس عنده اعراض؟ يعني طبعا العدوى تنتقل من الناحيتين، لانه كان ظهر انه او بعض يعني مقولات ان الشخص الغير مصاب باعراض لا ينقل المرض، ولكن طبعا المصاب بأعراض أو من غير أعراض يقدر ينقل الفيروس. طيب برضه انتشر مقولة خاطئة إن هو ينتقل عن طريق الهباء الجوي أو الهواء. طبعا هو الفيروس في حجمه هو تقيل، فالفيروس ده بالذات تقيل، ثقيل في الوزن يعني. فأغلب انتقاله بينتقل عن طريق الرذاذ او اللمس او التلامس. طبعا الرذاذ
الإنسان يعطس فطبعا ينتقل الرذاذ ده لمسافة متر ونص تقريبا، ودي تقريبا أقصى مسافة قد ينتقل لها الفيروس. يعني معنى إن لو الشخص قريب من الشخص الآخر لمسافة تقل عن متر ونص فهو معرض من غير حماية من غير ماسك، فهو طبعا معرض إن هو يصاب بالعدوى. طبعا الرذاذ ده لما الإنسان يعطس أو يكح فطبعا بينزل على الأسطح وبينزل على أماكن طبعا الغير بيلمسها. فطبعا أنت لما بتلمس الرذاذ ده اللي هو فيه الفيروس، تحطه على عينك، تحطه على فمك، تحطه على أنفك، دي بيسموها الأغشية المخاطية اللي هو العين والأنف والفم. طبعا الفيروس برضه بينتقل عن طريق العين الأنف الفم. لو لمست وشك برذاذ ده. طيب نيجي بعد كده، إيه هو تعريف الإصابة أو إزاي نعرف إن إحنا عندنا أعراض الكوفيد، وإزاي إن إحنا نحاول إن إحنا نكتشف بدري أو نحاول نطلب المساعدة أو نتجه للمستشفى؟ طبعا الحرارة بتبقى الحرارة أعلى من 38 طبعا من غير أدوية خافضة للحرارة، وفي الكحة، وفي ضيق التنفس. طبعا الحراره، الكحه، ضيق التنفس دي اشهر الاعراض، ودي المفروض ان احنا نتوجه للمستشفى بحيث ان هم يوجهونا لعمل مسحه او يطمنونا انه اللي عندك ديت مش محتاجه مسحه. طيب الحاجات ديت طبعا دي اعراض الاهم اللي هي الحراره والكحه و صعوبة التنفس. طيب في أعراض أخرى زي فقدان حاسة الشم والضوء، وده طبعا دي برضو بتحصل لناس كتير وبتبقى علامة إن هم يتجهوا للمستشفى. طبعا أغلب المصابين يعني 77 ل 98% بيصير عندهم حرارة. طبعا الكورونا ليس له علاقة بالمواسم، يعني بمعنى انه هو بيجي في الصيف، بيجي في الشتاء، بيجي في الخريف، ما لهوش علاقة بالمواسم. فأغلب الحالات من 77 ل 98% بيصابوا بحرارة، فبتبقى زي علامة أو إنذار إن هم يتجهوا إلى المستشفى. بعض الحالات اللي هي أصلاً عندها أمراض مزمنة زي القلب والكلى والكبد بتبقى الأعراض دي، بتبقى الحرارة ما بتظهرش في الأول، بيبقى في أعراض أخرى زي صعوبة في التنفس، زي الكحة ديت. وطبعاً احنا بنتكلم مش أي كحة ومش أي حرارة ومش أي ضيق في التنفس، يعني في بعض الناس بيبقى عندهم ضيق في التنفس من حالة يعني تعرض لموقف صعب أو عصبيا، هو بيتعرض لما بيجي مثلا في تعصب بيتعصب بيجي تلاقي عنده صعوبة في التنفس. لا احنا بنتكلم عن صعوبة في التنفس اللي هي ظهرت جديدة وملهاش علاقة بأي حاجة أو الإنسان هذا الشخص متعود عليها يعني. فبالتالي دي بتبقى علامة أو عرض من أعراض الكوفيد. طبعا برضه لازم احنا بنسأل عن التاريخ المرضي او تاريخ او تاريخ الاتصال بشخص اخر مصاب. يعني هما دلوقتي في حاجه اسمها الكونتاكت تايم، او امتى الفيروس ده يقدر يعديني لو انا واقف مع شخص او لو انا بيني وبين شخص مسافه قليله، احتاج قد ايه عشان اتعدى منه. طيب هو عادة بتحتاج حوالي ربع ساعة أو 15 دقيقة بحيث إن الفيروس يدخل لجسمك من الشخص المصاب، طالما أنت مفيش حماية، يعني هو مش لابس ماسك وأنت مش لابس، فبتحتاج حوالي 15 دقيقة. يعني الأقل من 15 دقيقة لو تعرضت لشخص مصاب، أقل من 15 دقيقة دي بنسميها
منخفض الخطورة، أو إن هو احتمال كبير ما يصيبوش المرض أو الفيروس. لكن لو أكتر من 15 دقيقة دي بتساعدها، ولذلك دائما إحنا يمكن بنشوف لازم اجتماعاتنا تبقى قصيرة، لازم حتى خطبة الجمعة بتلاقي إحنا أنا ملاحظين إن خطبة الجمعة بتبقى قصيرة، بحيث إن الناس ما تقعدش حتى مع الإجراءات الوقائية ما تقعدش أكتر من مدة، تقعد مدة طويلة في نفس المكان. وطبعا المسافة لازم تبقى أقل من 2 متر أو متر ونص، يعني أقل من 2 متر، ومدة الاتصال أكتر من 15 دقيقة. أو في يعني ساكن مع حد في البيت، أو بتشاركه في الأكل، أو بتشاركه في الغرفة، الكلام ده كله دي عنه. طيب، إجراءات مكافحة العدوى، طبعا احنا هنتكلم على المجتمع ازاي ان هو إجراءات مكافحة العدوى دي تحاول ان انت، طبعا مش تحاول، ده ضروري دلوقتي، لانه طبعا زي ما احنا عارفين ان حياتنا قبل الكوفيد مش هتبقى زي حياتنا بعد الكوفيد. حياتنا بعد الكوفيد اتغيرت كتير، ولازم ان احنا نتغير السلوكيات بتاعتنا والعادات بتاعتنا، بحيث ان احنا نبقى على نفس المستوى، بحيث ان احنا نقدر نحمي نفسنا ونحمي الاخر. الريسبيراتوري هيجين والكاف اتيكيت، طبعا المستشفيات المفروض انها بتحط دايما، او الاماكن العمل او اي مكان بيبقى فيه تجمع للبشر، بنحط فيه زي علامات ارشاديه او بوستات ارشاديه، بحيث ان احنا ننبه لو انت كنت بتعاني من اعراض تنفسيه او زي الزكام، زي العطس، زي الكحه، زي التهاب الحلق، ف يا إما ما تدخلش المنشأة، يا إما تبلغ المسؤول عن المنشأة، بحيث إن أنت تتوجه لأقرب مؤسسة صحية تقدر تكشف عليك. طيب، الحاجة التانية برضو في المستشفى نفسها، يعني لو كان الأمور مش طارئة، زي مثلا مواعيد العيادات الخارجية، فطبعا وعندك أحد الأعراض دي، فطبعا لازم تأجل الميعاد ده لحد ما تختفي الأعراض من عندك، إلا في الطوارئ فقط. في بعض الحاجات زي الأمور الطارئة، فطبعا ما يقدرش إن إحنا نتأخر فيها، ودي طبعا هتتعمل باحتياطات كبيرة جدا عشان نحمي الممارس الصحي ونحمي المرضى الآخرين جوه المستشفى. طبعا غسيل الايدي او تعقيم الايدي، طبعا في الفرق بين غسيل الايدي وتعقيم الايدي، ان غسيل الايدي بنستخدم الميه والصابون، الميه والصابون، سواء طبعا يفضل الصابون الطبي اللي هو بيبقى فيه جزء كيماويات بحيث انها تقدر تقتل البكتيريا والفيروس، بس برضه في نفس الوقت مش لو لو اذا لم يوجد، فالصابون العادي يكفي لازاله الفيروس. طبعا المدة مهمة جدا، لأن اتصال الصابون بالفيروس عشان يموته بيحتاج من 40 ل 60 ثانية، فغسيل الأيدي بالمية والصابون لازم ما يقلش عن 40 ل 60 ثانية، يعني لمدة دقيقة. طيب، لو استخدمنا المعقم من 20 ل 30 ثانية، يعني لو احنا قلنا إن غسيل الأيدي بالماء والصابون هيبقى محتاج حوالي دقيقة، وغسيل والتعقيم بالالكحول او بالكحول الايثيلي او المعقمات دي بتحتاج حوالي نص دقيقه، دقيقه ونص دقيقه. طبعا الطريقه مهمه جدا، لان بعض الناس يعني بيستخدم المعقم ده كلوشن، او يعني هو مش لوشن، هو له طريقه معينه ان انت تستخدمها وتوزعها على جميع أطراف الأصابع، على الإبهام، على الأماكن اللي ممكن تخبي جواها فيروس أو ميكروب وأنت ما تعرفش. طبعا في إن شاء الله فيديو كده بحيث إن أنت تعرف ليه إحنا بنتكلم دايما، إحنا مش بنتكلم كلام مثالي، إحنا بنتكلم كلام واقعي، وفي نفس الوقت كلام على أرض، يعني لازم
ويسهل تطبيقه. ده طبعا بيوضح اهميه تعقيم الايدين وغسيل الايدين، لانه انت بتكسر السلسله بتاعه العدوى. يعني من الاول لو انت عقمت ايديك مش هتنتقل للملف الطبي، مش هتنتقل للكاونتر او المكاتب، لانه بعد كده صعب ان انت تتحكم في العدوى. من الاول المفروض الواحد يلتزم في تطهير الايد، لان زي ما قال 50% من العدوى المستشفيات بتيجي من الايدين. طبعا احنا الفيديو الثاني التوضيحي ده بيوضح ليه احنا الطريقه دي لازم تتعمل، اللي هي باطن اليد بباطن اليد وظهر اليد بباطن اليد والابهام واطراف الاصابع. يعني يمكن برضو ده بيوضح لنا الطريقه المثلى لغسيل الايدين. دي طبعا هو توزيع الصابون او توزيع الكحول على الايد لازم يتم بالطريقه دي عشان يغطي جميع الاسطح. ممكن بعض الناس تقول انا كنت بعمل غسيل الايدين وكنت بطهر ايدي بس اصبت، يمكن عشان انت ما كنتش تستخدم الطريقه المثلى او التوقيت الكافي للتعقيم. طبعا ده زي ما احنا قلنا انها اشارات او ارشادات زي عندنا في المستشفى تنبيهيه، اذا كنت مصاب بارتفاع درجه الحراره او سعال او فقط تنفس فلازم ان انت تتبع الاجراءات الوقائيه وتبلغ موظف الاستقبال او تبلغ الطبيب قبل ما يكشف. طبعا لو في شخص عنده نزلة برد كعطس أو كحة المفروض إن هو دايما يغطي الفم والأنف. وطبعا الحين في الميديكال ماسك أو الماسك الطبي ده طبعا مفروض على الجميع، ما ينفعش نخش منشأة، ما ينفعش حتى نخش سوبر ماركت من غير لبس الماسك. طبعا لو بتستخدم مناديل، لان المناديل دي تعتبر معديه، فلازم ان انت ترميها في اقرب سله نفايات بعد الاستخدام. طبعا السوشيال ديستانسينج او التباعد الاجتماعي.
كل الاجراءات الوقائيه دي بتتلخص في التباعد الاجتماعي، لبس الماسك والتطهير الايدي. ده بالنسبه للمجتمع. المشكله انه ياما حالات كتير ظهرت او في العشر اشخاص في الخمستاشر شخص، يا اما فرح يا اما عزاء يا اما اتقابلوا بعد الاجازه، فطبعا حصل ان هم سلموا على بعض وقربوا من بعض، فالتباعد الاجتماعي ثم التباعد الاجتماعي ثم التباعد الاجتماعي. لذلك الحكومه قالت انه يعني ما ينفعش انه يبقى فيه تجمع اكثر من 50 شخص مثلا. ده اقصى حاجه بالنسبه للافراح. ما ينفعش انه يبقى فيه زحمه في المكان، في مكان العمل او في حتى في البيوت. الزيارات الاجتماعيه احنا الى الان لم نعلن والدوله لم تعلن ان هو الجائحه انتهت. لسه في حالات يوميا وتقريبا ثابته. اعتقد ان ما فيش حد فينا يعني يمكن ده هو عايز يضر جدته او جده او ناس كبار عندهم امراض مزمنه. انت ممكن كشاب يعني قد يصيبك الفيروس وخلاص وينتهي وتتعافى، لكن احنا بنخاف على الناس اللي هم عندهم امراض مزمنه والناس كبار السن والناس اللي عندهم ازمه ربو، الناس اللي عندهم السكر. كل الحاجات دي احنا المفروض نحس باحساس المسؤوليه تجاه الناس دي. لا طبعا الصحه يعني طبعا بتطلع بيان صحفي بين بالحاله او بالوباء، حاله الوباء الموجوده بين يعني كل اسبوع مثلا واحيانا يوميا. او هنا قالوا ان هناك استقرار في المنحنى الخاص بالحالات الحرجه، ودي طبعا اهم حاجه. الحالات الحرجه يعني الحالات اللي بتخش العنايه المركزه، ودي طبعا بيبقى اكتر حاجه الخوف عليها لان التدفق الاصطناعي، ودي معناته انها حاله بتضعف. 50% من الحالات المنومه في العنايه المركزه هي الفئات العمريه من 60 عاما فاكثر. اهم الامور الوقائيه والاحترازيه هي التقيد بعمليه تغطيه الانف والفم او لبس الماسك. طيب الهدف من لبس الكمامه هو منع انتشار الرذاذ، ولا يلزمنا بشكل عام النظر في الفوارق بين انواع الكمامات. يعني بمعنى ان انت لو متاح لك ميديكال ماسك او ماسك طبي زي اللي موجود البسه. كمامه قماشيه البسها، ما فيش مشكله، استخدم اللي موجود عندك بس بحيث ان احنا نقدر نغطي الانف والفم، لانه الفيروس طبعا زي ما احنا عارفين بيتركز في الجهاز التنفسي. طبعا برضه يعني مرضى فقر الدم المنجلي. طبعا ده فقر الدم المنجلي هو طبعا مرض وراثي، وبرضه يعتبر في نسبه من الحالات دي، وهو طبعا عامل وراثي بسبب مثلا زواج الاقارب، فبيبقوا اكثر عرضه ان هم يحصل لهم مضاعفات او ان هم تبقى الحاله حرجه. طبعا الاشخاص المتعافين من الفيروس، ده طبعا المتعافين من الفيروس يعني ما يخافش ان هو، طبعا الصحه قالت ان هو 10 ايام بعد المسحه الاولى الايجابيه. يعني لو عندنا مسحه ايجابيه وفضلنا 10 ايام من غير اعراض يبقى احنا كده متعافين. حتى لو التحليل الايجابي، حتى لو عملت تحليل بعده وطلع ايجابي، ده مش معناه ان انت لسه الفيروس عندك، لا، ده معناته ان الفيروس نفسه يعتبر مات، لكن بعض البقايا الار ان اي او الحمض النووي موجوده في التحليل، لكن ده يعني ان انت بقيت معدي، لا انت متعافي كل. طبعا لو نشوف يعني السعوديه من ضمن يعني بذلت جهود جباره في حكايه الفحص، فحص البلمره او ما يسمى بالبي سي ار، يعني
كانت الصحة بتعمل في الأيام العادية 1000 فحص، زودتها إلى 35 65 ألف فحص يومي، والإجمالي إلى الآن حوالي 3 مليون وأكثر، يعني 3 مليون دي لحد مثلا من أسبوع أو من أسبوعين. 3 مليون فحص بي سي آر ده مش سهل، وتكلفة عالية وجهد عالي جدا من الصحة. نقول مثلا الحكومة عملت إيه بحيث إن في حاجة اسمها الميتيجيشن أو تقليل الأضرار الوباء على الناس أو المجتمع. طبعا لو احنا شفنا ان طبعا عشان نقلل الزحمه او نقلل الناس تعدي بعض في وقت البيك او في وقت الذروه بتاع الفيروس، طبعا في ناس كان في اجازات من العمل، وطبعا الصحه برضو نشرت بانه الاشخاص الامراض المزمنه المحدده اللي هي حددتها طبعا المفروض ان هو ما يجوش الشغل في الوقت ده. طبعا برضو بالنسبه للبرايفت سيكتور اللي هو او القطاع الصحي الخاص، كان في بعض طبعا في طبعا المرضى قلوا والتكلفه زادت، فكان في نظام من الدوله اسمه ساند ان هو يعطي اجازه وياخد الموظف حوالي 60% من مرتبه وهو في اجازه. طبعا برضو القرار الملكي بانه تقديم العلاج لكل الفئات حتى الناس اللي هم كانوا مقيمين ولكن مقيمين غير بدون اقامه او مخالفين، فطبعا ده عشان يحمي المجتمع كله ككل، لانه حتى لو مخالف واصيب بفيروس ده برضه ممكن ينقل للناس الاخرين، فبالتالي العلاج قدم للجميع على حد سواء، ما كانش فيه تفرقه في هذا الموضوع. طبعا الجدول المرن ان هو مثلا كان فيه الغاء نظام الغياب او البصمه، ومثلا في ناس تحضر الساعة 7 ناس تحضر الساعة 9 بحيث إن هو ما يبقاش كله في نفس التوقيت. بعض الوجبات المجانية، الجوائز للناس اللي اشتغلوا وقت الكوفيد أو وقت الأزمة وقت الذروة، السماح بالأجازات المدفوعة وغير المدفوعة، إنه ندعم العوائل عوائل المصابين بحيث ان انت يقدموا لهم اكل او يقدموا لهم احتياجاتهم وقت ما احد افرادهم يكون مصاب. وده طبعا قرار من او يعني تعميم من الصحه بانه بعض الناس بتلبس الكمام التنفسي عالي الكفاءه مع صمامات الزفير او فتحات. طبعا في الاسواق منتشر كمامه اسمها بيسموها الان 95، دي بتبقى فيها زي صمام على الجنب كده بحيث ان هو الانسان يتنفس منه. طبعا هو الغرض من الكمام ده ان هو يحميك من العدوى ويحمي الاخرين من العدوى. فالصحه لما جت على الكمام التنفسي على الكفاءه ده مع الزفير مع صمامات الزفير عملت تعميم ان هو يمنع ارتداءه، لانه بيحقق هدف واحد بس ان هو تحمي نفسك، لكن الهواء اللي انت بتطلعه من الفتحه دي بيطلع للاخر، فبالتالي برضو ما حققش الهدف من الحمايه للطرفين. نيجي هنا على الارشادات في مقر العمل. طبعا يمكن اللي فينا اللي رجع لعمله وفينا اللي لسه ما رجعش، لكن الإجراءات دي مش مجرد كلام، الإجراءات دي لازم تنفذ حرفيا وفعلا بالفعل. يعني احنا بنشوف أماكن كتير يعني فعلا تقريبا زي سطر بسطر وفي متابعة بتنفيذ الحاجات دي. أول حاجة تمنع تجمعات المعايدة والفعاليات، يعني المعايدة أو الفعاليات في جوه مكان العمل ده ممنوع في ظل الوباء الحالي.
تمنع المصافحه، يعني المصافحه بالايد زي ما احنا قلنا ان الرذاذ بينتقل عن طريق التلامس، فالمصافحه ده بقى جزء من جدا كبير جدا من نقل العدوى. عدد تنظيم مساحه المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين متر ونص، يعني بمعنى ان هو المكتب والاخر يبقى بينه وبين الثاني متر ونص. استخدام بوابات منفصله لدخول الموظفين وخروجهم ان امكن، بحيث ان هو يقلل عدد الاشخاص اللي ممكن يلتقوا في الدخول من البوابه. قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص عن تزيد حرارته عن 38 درجة مئوية بالدخول. ساعات العمل المرنة زي ما احنا قلنا ان هو في ناس يبدأ شغلهم من 7:30 ويخلصوا مثلا الساعة 3، وفي ناس يبدأوا من 9:30 ويخلصوا مثلا 5، فبالتالي هتلاقي الازدحام جوه المكاتب قليل. الاعتماد على الاجتماعات الرقمية زي اللي احنا بنعمله دلوقتي زوم أو غيره، بحيث ان احنا نبعد عن المؤتمرات او الاجتماعات اللي هي فيها الناس كلهم بيبقوا في مكان واحد. عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الاصابه زي الناس اللي هم عندهم مرض في القلب مثلا او عندهم امراض مزمنه يحددها الطبيب انها ممكن تبقى اكثر خطرا، او ان هو الخروج او ان هو يبقى في مجتمعات العمل او غيرها، ان هو ده ممكن ياثر عليه. اعطاء الاداره حريه التخطيط لنسب العوده بحسب حاجتها، يعني ممكن الاداره هي تتفق انه 50% موظفين يرجعوا او 50% ياخدوا اجازه، ده طبعا على حسب الاداره وعلى حسب تطبيق الاجراءات. الحد من دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة ومن يحملون مواعيد مؤكدة سابقا، وده طبعا حصل في مؤسسات حكومية كتير زي المرور، زي أماكن كتير، زي المحاكم، زي إن هو الدخول للمنشأة دي الخدمية في ميعاد مسبق إلكتروني. حتى الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الإلكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية. استخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص، ودي طبعا دي مهمة جدا، بحيث إن أنت تحط علامة زي علامة باللون الأحمر أو علامة تحذيرية إن هو ده المفروض المسافة بين ده والشخص الآخر لا تقل عن متر ونص. تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدا وفق جدول واضح بشكل دوري. طبعا المفروض على كل مكتب يبقى فيه معقم للإيد ومعقم للأسطح، أو على الأقل يبقى في عامل النظافة بينظف بشكل دوري أو بيمسح الأسطح بشكل دوري، يعني طبعا أكتر من الأيام اللي ما كانش فيها الوباء. وطبعا الجميع لازم يرتدي الكمامات، ارتداء الكمامات مهم جدا لأنه هو ده الحاجه اللي بتمنع. انا لو ارتديت الكمامه وانت ارتديت الكمامه، تقريبا 90% من المشوار او 90% من الحمايه عملناه. لكن ان هو حد يلبس الكمامه على فمه بس، طب ما هو الجهاز التنفسي الانف والفم، او يلبسه يحطه على ودانه او يحطه على راسه او يلمسه من بره. انت لما بتلمس الكمامه من بره السطح الخارجي من بره، طب ما هو ده السطح اللي الاخرين يتنفسوا عليه، فانت بالتالي هتلمس عينيك، هتلمس ايديك، هتلمس مناخيرك، هتلمس فمك، فده طبعا هينقل لك العدوى. طبعا منع المصافحه واستخدام الحاجات ذات الاستكتاب الواحد زي الاكواب او الاطباق او كده، يعني طبعا الحاجات اللي بتغسل مره واثنين وثلاثه ديت طبعا احنا مش ضامنين الغسيل، فبالتالي استخدام واحد مهم جدا. نيجي مثلا الصحه عامله بروتوكولات كتيره، من ضمنها برضو طبعا ما فيش حد ما بيروحش للحلاق او صالون التجميل او الكلام ده. فطبعا في صالون التجميل يفضل ان انت تحجز او تكلم صاحب محل الحلاقه ان هو يديك موعد مسبق بحيث انك تيجي عليه على طول، لانه يفضل عدم انتظار الزبائن داخل صالون الحلاقه. ولو اضطررت يعني المفروض تبقى بينك وبينه متر ونص، بس الافضل ان هو ما يبقاش فيه انتظار جوه محل الحلاقه. طبعا
برضه يبقى في مرونة في أعداد العاملين في المحل وعدم تكدس العملاء جوه المحل. طبعا لو نلاحظ ان برضو الصحه فرض على عمال او العاملين في صالونات الحلاقه والتجميل الكمامه. طبعا انت العميل نفسه او اللي بيحلق نفسه صعب ان هو يلبس الكمامه، لكن الحلاق لازم يلبس الكمامه ويلبس عليها زي نظاره او درع الوجه، ده البلاستيك اللي بيلبس عليه بيلبس على الماسك من فوق، بحيث ان هو برضه يحمي عينه من رذاذ قد يصيبه من اللي بيحلق على الكرسي. القفازات، رداء القص، وده طبعا رداء القص ده حاجه بلاستيك بيتعمل لكل عميل. الحاجه الثانيه الرداء القماشي اللي هو بيلبسه الحلاق نفسه، لازم يتغسل يوميا، مره يوميا على الاقل، او يلبس عليه رداء البلاستيكي زي بيسموه الجاون او المريله، بيلبسه على ملابسه بحيث ان هو طبعا هيفضل طول اليوم ممكن طبعا الميه او الشعر او الكلام ده بيجي على ملابسه فممكن يكون ملوث. دي طبعا اجراءات كلها فرضتها الصحه على محلات الحلاق. طبعا احنا في المستشفيات مريض الكوفيد او مريض الكورونا بنحطه في حاجه اسمها غرف العزل. غرف العزل دي هي غرف سالبه الضغط. طبعا المهندسين يعرفوا الكلام ده كويس. يعني ايه سالبه الضغط؟ يعني الضغط اللي فيها بيبقى اقل من الخارج، فبالتالي انه ان نفس المريض بما يتنفس جوه الغرفه دي ما بيطلعش بره، لا ده الهواء اللي من بره بيدخل له هو. ده نظام ايه الفيزياء او نظام الضغط، ان هو الضغط بينتقل من الاعلى للاقل عشان يوازن. فلما يبقى الضغط جوه الغرفه دي قليل، فبالتالي الهواء هيجي من بره ويخش الغرفه مش العكس، فبالتالي ما يعديش الناس، ما يعديش الناس اللي بره في الممرات، ما يعديش الناس اللي بره في الاوض الاخرى. طبعا الدخول للمريض ده بيبقى مثلا لو طبعا يمنع منعا باتا الزياره من الاهل، وفي ناس بيصروا على الزياره، انا مش عارف ليه الناس بتصر على زياره مريض محطوط في العزل اذا كان ايجابي، يعني نتيجته ايجابيه. لا يعني انت بتعرض نفسك الى التهلكه. يعني احنا مش بنقول ان هو كل الناس، احنا عارفين ان هو يعني مش كل الناس هتبقى حالتها حرجه او كده، بس ممنوع منعا باتا الزياره. بس عموما الممارسين الصحيين لو بيخشوا على مريض العزل وعنده كحه وعنده وهيحتاجوا يعملوا له اجراءات معينه، بيلبسوا حاجه اسمها الكمامه عاليه الكفاءه اللي هي بيسموها الان 90. طبعا ده متوفر في المستشفيات ولازم يبقى متوفر في المستشفيات ويحاولوا ان هو يلاقوه. برضه بالنسبه للناس الملتحين وهيحتاجوا يلبسوا الـ N95 ماسك، ده في جهاز اسمه الكابر، عشان طبعا الكمامه دي لازم تبقى على الجلد تماما، لما يبقى الانسان عنده لحيه فبالتالي مش هتنفع، مش ملائمه له. ده طبعا الجهاز اللي موجود عندنا للناس الملتحين بحيث ان هم يدخلوا للمريض. طبعا في ناس، يمكن في ناس مصابات، اخوات مصابات كانوا حوامل وجم عند الولاده، فطبعا لازم برضو يبقى في توعيه او الناس تبقى عارفه ايه الاجراءات اللي بتحصل. طبعا الولاده الحمل في حد ذاته ما بينقلش الفيروس للجنين، يعني الام ما بتنقلش الفيروس للجنين عند الولاده. لكن امتى تنقله؟ طبعا الدكتور بيبقى لابس الماسك والمريضه نفسها وهي بتولد بتبقى لابسه الماسك. امتى نقله؟ لو هو بعد الولاده حصل تقارب كالرضاعه وكده، فبالتالي انه الرضاعه ممنوعه في وقت اصابه الام ونتيجتها ايجابيه، فبالتالي يا اما يحصل تعصير للثدي والحليب الممرضه تعطيله، او اللي بيعتني بالطفل يعطيله، او وهي عند الرضاعه الام تلبس ماسك وترضع الطفل. طبعا ده يفضل ان هو الام تبعد عن الطفل في الوقت ده.
طبعا بعد كده لو النتيجة بتاعت الأم إيجابية وكان حصل فعلا والولد حصل عنده أعراض من التقارب ده، فبنستنى لحد ما الاتنين بتبقى نتيجتهم سلبية وبعد كده بنروحهم البيت. طبعا احنا الأطفال قد يصابوا بالكورونا، ولكن المضاعفات بتبقى قليلة جدا، يعني تقريبا أقل بكتير من البالغين، يعني ما بيحصلش معاهم مضاعفات زي ان هم يروحوا على تنفس صناعي او يروحوا، بس طبعا الحركه الكتير بتاعه الطفل وكده، فممكن يلمس حاجات، ممكن يتعامل مع اشخاص كتير، ممكن يتعدى، لكن الحمد لله من رحمه ربنا انه مش بيحصل له مضاعفات نفس مضاعفات البالغين. طبعا المسحات الحلقيه، طبعا في مسحه حلقيه وفي مسحه من الانف. في عندنا مراكز بتاخد المساحات دي، المستشفيات تقريبا كلها، ومراكز اسمها مراكز تطمن او تاكد، بيبقى المساحات من الفم. طبعا افضل مسحه اللي هي بتتاخد من الانف، لان دي بتبقى اكثر دقه، لان في بعض الناس جربنا كتير انه في ناس بياخدوا مسحه من الحلق ويطلعوا سلبيين بس عندهم اعراض، فيرجعوا يعملوها في مستشفى فيعملوا المسحه الانفيه فبتطلع ايجابيه. ممكن الحساسيه بتاعت الحلق غير، او الفيروس في الحلق بيبقى اقل من الانف. طبعا الصحه او ال WHO منظمه الصحه العالميه ركزت انه يا جماعه ما تنسوش الامراض الاخرى زي الانفلونزا، لازم تاخدوا تطعيم الانفلونزا، ما تهملوش في تطعيم الاطفال او التطعيمات المهمه، لانه في وفيات بتحصل مش من الكورونا، لكن بتحصل بسبب الكورونا. طبعا المستشفيات الفتره اللي فاتت على مستوى العالم كانت مزحومه بمرضى الكورونا، وكان في الغاء للعمليات الغير ضروريه والكلام ده كله، ففي بعض الناس الامراض المزمنه والتطعيمات اهملت شويه لانه ما كانش في حد فاضي. حتى الحوامل نصحت ان هو بتاخير الحمل وقت الكوفيد، لانه مش هتلاقي متابعة حمل زي الأيام العادية. ودي المسحة الحلقية، المسحة الأنفية دي طبعا بتتعمل بطريقة معينة ولازم يبقى حد مدرب، بتخش من الأنف وبعدين بتاخد السائل اللي موجود لمدة دقيقة، وبعدين بعد كده بتتبعت للصحة. طبعا ممنوع كل المعامل، مفيش مستشفى تقريبا هي اللي مسموح لها انها تعمل التحليل. المستشفى دورها انها تاخد المسحه وبعدين تبعتها لمكافحه العدوى او قسم مكافحه العدوى للتسجيل على الموقع الالكتروني بتاع وزاره الصحه اللي بيسموه حسب، وبعد كده النتيجه برضو بتطلع على موقع وزاره الصحه، وبيتبعت رساله قصيره على الجوال ان هو انت مصاب او غير مصاب، والارشادات، وبرضه في اب او تطبيق على الموبايل اسمه تطمن، ده بيستخدم ان هو يقول لك مثلا انت المفروض مده العزل بتاعتك كذا، والمفروض ان الايجابيين عندك في البيت كذا، فلازم ان انت تفضل المده ديت في البيت. وفي 937، 937 ده الرقم الموحد للصحه، بحيث ان هو تبلغ عن حاجه او تسالهم عن حاجه. طبعا ده عندنا في المستشفى في طبعا المونيتور ده او الشاشه دي بتقيس ان بتقيس جوه الغرفه دي الضغط السالب قد ايه، وبالتالي انت محمي ولا لا، بحيث ان انت لو فتحت الباب بيدي انذار انه انت الحين مش محمي وممكن يتحول للاحمر، فبالتالي لازم تقفل الباب باستمرار. طيب زي ما احنا قلنا، هل محتاج ان انا اخد مسحه عشان بعد الاصابه ان انا اقول ان انا خلاص تعافيت؟ لا، انت مش محتاج، طالما عدى 10 ايام من المسحه ومفيش اعراض، فبالتالي انت يعتبر متعافي، وقلنا ده بقايا الفيروس حتى لو كانت ايجابيه بعد كده في المسحه الثانيه، بس دي بقايا الفيروس، لكن ده انت ما عدتش معدي للناس. طب لو كان عندك اعراض، اختفت الاعراض لمده 3 ايام، خلاص يبقى انت كده برضه متعافي. طبعا
الماسك الطبي لازم يبقى متاح في جميع طبعا المفروض المؤسسات ما تدخلش حد جوه المنشأة من غير ماسك، وبرضه المنشأة نفسها لازم توفر الماسك لكل الناس جوه المنشأة، بحيث ان هو ما يبقاش فيه حد ماشي، ويبقى فيه عقوبة، يعني يبقى فيه عقوبة على الشخص اللي ماشي من غير ماسك، لأنه بيعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. طبعا الناس اللي بيبقوا قاعدين في الويتنج اريا، او لازم ان هم يعني في اماكن الانتظار في المستشفى، لازم يبقى في بينه وبينهم مسافة متر على الأقل. يعني يمكن ده عندنا في الانتظار في المستشفى، في الصالة الرئيسية قبل العيادات. طبعا علامة الخطأ ديت يعني ما تقعدش في المكان ده، ولازم تسيب مسافة بينك وبين الآخر. حتى في الممرات، احنا برضو في الممرات ديت لازم يبقى يعني تحفظ المسافة بين اللي رايح وبين اللي جاي على الأقل متر ونص أو مترين. ما ينفعش اتنين يمشوا جنب بعض، يبقى هو المفروض يبقى فيه مسافة كافية حتى في الممرات. دي الصيدلية مثلا، وديت المسافة كافية بين الشخص اللي بيستلم الدواء والشخص اللي بعده، لأن الصفوف ما ينفعش إن الواحد، ولازم يلتزم بالمسافة ديت ويقف على نفس المكان. حتى في المصاعد، يعني في المصاعد برضه لازم نخلي مسافة بين، ونعلم المسافات ديت بحيث إن الناس تقدر تلتزم بيها. وبرضه في المصاعد المفروض الواحد ما يوقفش مقابل الآخر، وإنما يبقى ظهره في ظهر الآخر، يعني أنت وجهك لحائط المصعد مش لنص المصعد. طبعا العزل، الفرز ده مهم جدا عند كل أبواب المستشفى. يعني الفرز ده زي حارس بيحرس المستشفى من دخول أي شخص قد يكون عنده أعراض، أو قد يكون إيجابي، أو قد يكون مش عارف إن هو عنده. فطبعا في موظف بيبقى مسؤول إن هو يتأكد إنك لابس الماسك، يقيس درجة حرارتك قبل ما تخش، في نفس الوقت تعقم إيديك، في نفس الوقت بيطلب منك بعض الأسئلة. والحقيقة ديت لازم، دي إجباري إن كل حد يخش المستشفى لازم يملأ الورقة ديت، أو الموظفة تملاها له، بتسأله بعض الأسئلة: هل أنت مخالط؟ هل بتشتكي من حرارة؟ هل في تاريخ بالسفر؟ الكلام ده كله، ده الكلام ده ممكن ما ياخدش نص دقيقة، لكن هيحمينا من حاجات. طبعا أنا لا أنصح بأن حد يلبس القفازات ويمشي بيها جوه المستشفى أو حتى أي مكان، لأن القفازات بتديك إحساس خاطئ بأن أنت بالنظافة أو أن أنت كده محمي. لكن ما فيش فينا حد ممكن بعد دقيقة أو دقيقتين تلمس حاجة وبعدين تلمس عينيك من غير ما تاخد بالك. أنت لو لاحظت إنك لو قعدت ربع ساعة مثلا، مستحيل إنك ممكن ما تلمسش وشك. فالقفازات دي خطيرة جدا، في نفس الوقت لا ينصح بها إنك تلبسها طول الوقت، يعني مش ده بيمنع عنك إن أنت تطهر إيديك بشكل دوري. ده طبعا الغسيل الكلوي، واحنا لازم نهتم برضه بالناس اللي هم بيسموهم ذو الطبيعه الخاصه، او المرضى ذو الطبيعه الخاصه. يعني حتى الفرز موجود عندنا في الغسيل الكلوي، وفي ده الفرز بتاع الطوارئ، ده بيتفرز عمال النظافه يوميا كل شيفت عند دخولهم وعند خروجهم، عشان عمال النظافه كانوا سبب كبير، لانه طبعا زي ما احنا عارفين ظروف السكن بالنسبة لهم، ظروف بتبقى السكن جماعي، بيبقى أحيانا النظافة مش مظبوطة، فأحيانا هم اللي بيعدوا الناس جوه المستشفى. وبعدين بيشتغلوا في أماكن كتير، ممكن يشتغل في المستشفى دي النهاردة، بكرة يشتغل في مستشفى تاني، ممكن يشتغل في سوبر ماركت كبير. فلازم يتشيك عليهم كل يوم. وطبعا ده باب الطوارئ المفروض ان هو على حسب تعليمات وزاره الصحه، انه ما يبقاش في حد يخش الطوارئ الا مرضى الطوارئ. يعني في بعض الناس بيستخدموا الطوارئ كممر ويخرج بره المستشفى، لا، ده ممنوع منعا باتا، وذلك لمنع التكدس جوه الطوارئ. طبعا ديت الانتي روم، او
غرف العزل او غرف سالبه الضغط. ودي طبعا ده احد الاطباء عندنا اطباء الطوارئ، ولابس بيسموها الايبولا كيت او الكفرول او الاوفرول، ده عشان بيشتغل مثلا 8 ساعات او 12 ساعه، ما بيبقاش عنده ان هو يغير كل مره، بحيث ان هو يحمي نفسه ويحمي الاخر. ودي حتى في الغسيل الكلوي، لو احنا بنلاحظ هنا في اليافطه اللي مكتوبه الغسيل الكلوي لمرضى الاعراض التنفسيه، دي غرفه سالبه الضغط بالذات لمرضى الغسيل الكلوي اللي هم ايجابيين للكوفيد او الامراض التنفسيه. طبعا زي ما احنا شايفين فيها لها ماكينه غسيل كلوي مخصصه بس لمرضى الغسيل الكلوي مع الكوفيد، في نفس الوقت بتبقى فيها، ما بتبقاش فيها جوه الغرفه اشياء كتيره واجهزه كتيره او اسره كتيره، بحيث ان هو يسهل تنظيفها بعد كل مريض. دي طبعا برضه شكل الغرف سالبه الضغط من جوه في العنايه. طبعا عندنا في الطوارئ مثلا احنا بنحاول ان احنا ما فيش حاجه نقدر يعني نقدر نعملها حاجه وقائيه الا وبنعملها، بنحاول نعملها وبيساعدنا الجميع في ان احنا نطبق الكلام ده. طبعا ده الملايات اللي ممكن تلاقيها، دي عباره عن ملايات زي الورق لكنها ملايات ديسبوزابل او ذات استخدام واحد، ممكن ينام عليها المريض بعدها بتترمى، لانه غسيل الملايات ده مش منصوح بيه في الامراض التنفسيه. طيب برضو المريض جوه المستشفى المفروض ان هو ما يتنقلش كتير، يعني لو واحد ايجابي او واحد عنده اعراض المفروض ان هو ما يتنقلش كتير. ففي يعني لو مثلا الدكتور كتب له اشعه، عايز اشعه على السطح، فالمفروض ان هو ما يروحش قسم الاشعه. في عندنا جهاز اسمه البورتابل اكس راي او جهاز الاشعه السينيه المتنقل، ده الجهاز ده بيخش له وبيعمل له الاشعه جوه الغرفه من غير ما المريض يختلط بناس اخرين. طيب اذا كان المريض لازم يروح الاشعه او المختبر، وخصوصا الناس المنومين، فلازم يلبس ماسك طبي او قناع طبي. الحاجه الثانيه بنستخدم ممر معين ومخصص لهؤلاء المرضى بعيد عن الممرات الاخرى، وبنبلغ الجهه المستقبله ان هو قبل ما يجي بخمس دقائق مثلا ان هو يا جماعه البسوا الواقيات الشخصيه بتاعتكم، ان في مريض اشتباه او مريض مؤكد هيجي لكم يعمل المسألة. طبعا يعمل الاجراء ده سواء عينه او اشعه. الحاجة الثانية التنظيف الأسطح، تنظيف الأسطح مهم جدا سواء في البيوت أو في المستشفيات، وتنظيف الأسطح اللي هي كثيرة اللمس زي مقابض الأبواب، التليفون، الـ مثلا مقابض الأسرة، الكلام ده كله لازم يتنظف ويتطهر بشكل دوري. طبعا زي ما احنا شايفين احيانا ان هو اعتقد ان الناس كانت اكثر حرصا في الاول، يعني عمال التوصيل، عمال توصيل الاكل، وخصوصا ان كان المطاعم مقفوله كان في حجر صحي وكده، فكان مثلا عمال التوصيل يجوا كان احيانا يكونوا مصابين ويسيبوا الاخرين. فطبعا في بعض البيوت بقى كانت تستخدم المطهرات بشكل قوي، وكانوا خايفين يعني كانوا حريصين. وفي بعض الناس بدأ في ارتخاء في الإجراءات الوقائية، وبالتالي احنا عايزين ان احنا دايما نحرص على، لان لسه الوباء ما انتهاش، الوباء لسه ما انتهاش، فلازم ان احنا ناخد بالنا كويس قوي، نحافظ على اللي كنا بنعمله عشان نستمر، وعشان ان الحالات تقل والحالات الحرجه تقل والوفيات تقل. ودي الحاجه الوحيده، احنا لحد الان مفيش علاج، احنا لحد الان مفيش تطعيم، وهنقول ليه مفيش تطعيم. فبالتالي الحاجات اللي انت بتجيبها من السوبر ماركت، الحاجات اللي انت لازم تطهر، حتى بعض طبعا مش لازم الوسوسه، لكن انت عارف ان هو في بعض الاسطح بتبقى تتلمس بشكل كبير، فلازم ان احنا نعقمها باستمرار او نطهرها باستمرار.
طبعا عندنا في المستشفى هنا جهاز اسمه جهاز الفيوميجيشن، او بيستخدم حاجه اسمها الهيدروجين بروكسايد، وده بيطلع بخار بحيث ان هو يطهر كل الغرفه بعد الاستخدام. وده طبعا من اقوى المطهرات، يمكن حاجه اسمها هاي ليفل ديسانفكشن اللي هي اعلى حاجه في التطهير. طبعا تعقيم الاسعاف وتعقيم الوسائل النقل بالنسبه للموظفين في المستشفى، تعقيم المكاتب واستخدام السلندر ده في المطهرات، وسواء المكاتب، الكراسي، الحاجات اللي بيلبسها المرضى، الاسانسيرات، الجامع، حتى قاعه المؤتمرات برضه حتى لو مش بتستخدم لكن لها جدول تطهير. حاليا مفيش علاج 100% اثبت فعاليته، يعني احنا عارفين ان هو ممكن 85% من الناس بيجي لها اللي اصيبوا، يعني بيجي لهم الفيروس او المرض ده ويختفي لوحده، يعني بياخد ممكن مثلا حاجات بتخفض الحراره، حاجات للكحه، للاعراض، لكن مش بتقتل الفيروس. ففي كذا بروتوكول او كذا علاج على مستوى العالم، منها المضادات الفيروس، منها الكورتيزون، منها ومنها ومنها، لكن الى الان ما فيش علاج نقول هو ان هو 100%، هو لحد الان في مرحله التجربه. فاحنا بنقول 85% من الناس اللي جالها خلاص بتختفي الاعراض، هو لو قعد في البيت الاسبوع ده خلاص هو بيتحمل بقى الحراره شويه، كحه شويه، ضيق في التنفس، وبينتهي كأنه زي ما جه زي ما راح، مفيش مشكلة. طيب لو هو بقى بعد كده احتاج مستوى الأكسجين في الدم نقص، أو محتاج بعد كده رعاية، فبالتالي دول ممكن نقول 15% بيحتاجوا رعاية مستشفيات، ومنها الرعاية المركزة. طيب إلى الآن لا يوجد تطعيم. ليه؟ لأن التطعيم بيحتاج مراحل كتيرة، منها إنه يتجرب على البشر، وبالنسبة كمان لطبيعة الفيروس، فيروس كورونا للأسف إن هو كذا كذا فصيلة، يعني كورونا نفسه كذا فصيلة اللي هو الكوفيد. فبالتالي عشان تجيب فاكسين أو تطعيم لازم إنه يحتوي على كل الفصائل الموجودة في الفيروس. الحاجة الثانية، لازم نسبة كبيرة جدا من السكان على مستوى العالم يتطعموا عشان الناس يحصل عندها مناعة. فحوالي 70% من سكان العالم لازم يتطعموا، فده هيحتاج وقت ويحتاج مجهود ويحتاج أبحاث. في طبعا بين الحين والآخر بتيجي أخبار عن التطعيم، إلى الآن الأخبار دي مش مؤكدة والتطعيم نفسه مش مؤكد، لكن إحنا دلوقتي اللي في إيدينا الإجراءات الوقائية. ده اللي نقدر نقدمه، ده اللي نقدر نفيد بيه غيرنا ونقدر نفيد بيه نفسنا عشان حياتنا تمشي بشكل طبيعي او على الاقل قريب من الطبيعي زي قبل الكوفيد. طبعا لو احنا اتكلمنا عن العلاج، في العلاج اللي هو علاج الداعم او السبورتيف كير، ده زي ان هو تركيب محاليل، وان هو انتي بايريتك او ضد الحراره وضد الكحة، وأحيانا حاجات منشطة للقلب لو القلب فيه مشكلة، و الحاجات اللي هي مثلا لو مريض بالكلى برضو بيبقى فيه علاج دعمه. برضو في حاجة اسمها مكنة القلب والرئة، دي طبعا في الأمور المتقدمة قوي أو في الناس اللي هم يعني في مراحل صعبة، ففي بعض المراكز التخصصية بيبقى عندهم الجهاز ده. طيب دي برضو نصيحة من الصحة بعد الإصابة بفيروس كورونا، هو قال هنا دي طبعا الصحة ده حاجة رسمية من الصحة، إثبات التعافي لا يحتاج إلى فحص كورونا، يعني بمعنى زي ما إحنا قلنا 10 أيام بدون فحص من غير وإنت ما عندكش أعراض، ده كافي إن إحنا نقول إنك متعافي. طيب بعد ال 10 ايام دول لو الطبيب اعطاك اجازه مرضيه، هل محتاج تراجعه تاني؟ لو انت ما عندكش اعراض، لا مش محتاج، انت على طول بتباشر العمل بتاعك. طب الملابس اللي انت استخدمتها قبل كده، بتستخدمها الميه والصابون ودرجه حراره عاليه، يعني درجه حراره عاليه اللي هي 70 درجه مئويه، يعني
تكون اكثر من الفتره او دافيه او تقدر تقتل الفيروس، يعني درجه حراره عاليه بتقتل الفيروس. طبعا استخدام الكلور برضه بيقتل الفيروس، يعني هو الفيروس مش قوي جدا على المطهرات، المطهرات العاديه ممكن تقتله بسهوله. فسله الغسيل حتى اللي كان فيها الملابس برضه تتعقم سواء بكلور او بصابون مطهر. دورة المياه برضه تتعقم، المنزل نفسه تعقم الأسطح، يعني مثلا زي ما تعمل ممكن مثلا تجيب معلقة كبيرة وتحط من الكلوروكس وتحطه في لتر مياه وتقدر تعقم بيه الأسطح وتمسح، يعني مش محتاجة مادة معينة. يعني الأدوات الشخصية برضه ما فيش حد قال تتخلص من الأدوات الشخصية، ولكن ترشها بمعقم وتمسحها وبعد كده تستخدمها. السيارة نفس الكلام. ده طبعا جهاز اسمه الهيبا فلتر، او ده جهاز بنحطه في الاسعاف او في بعض الغرف لتعقيم او تطهير الهواء من الفيروس. طبعا في الصحه حاجه اسمها مركز الجدوى والتحكم، ودي بتباشر وضع الفيروس على مستوى المدن كلها وعلى مستوى المملكه، وبتدي دايما نصائح بشكل مستمر او توجه على حسب التحديثات اللي عندها لجميع المستشفيات. طبعا زي ما احنا قلنا ان في غرف خاصه بالعزل للناس الايجابيين بعيده عن الغرف الاخرى، في ممر مخصوص لمرور هؤلاء المرضى بعيد عن المرضى الاخرين، في مصعد خاص بيه، وبعد ما المصعد بعد ما المريض بيطلع برضه بيحصل فيه تطهير وتعقيم، واخيرا درهم وقايه خير من قنطار علاج. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا دكتور حمزه، كانت محاضره اكثر من رائعه ومفيده، وردتنا بعض الاسئله. نحن الوقت اخذنا شويه، بس بعد اذنك في كم سؤال كده نبغى نسالك اياه. يعني اول شيء في سؤال جانا، هل المصاب بفيروس كورونا وتعافى هل ممكن يصاب به مره اخرى ولا لا، ولا خلاص هي مره واحده وخلاص يصير عنده مناعه؟ والله الان الصحه قريبا طلعت منشور انه لا يوجد دليل علمي للري انفكشن او عدم الاصابه مره اخرى بالفيروس. الى الان لا يوجد في السعوديه حاجه حصلت بهذا الشان، فان شاء الله يكون اللي هو المصاب المتعافي ده يكون مثلا عنده مناعه حوالي 3-4 شهور. لكن احنا ما نعرفش بعد كده هل الفيروس هيطور من نفسه، هل هتظهر فصائل جديده، فبالتالي نفس الاجراءات الوقائيه. لكن ان احنا بنحب دي بشره حلوه ومن الصحه ان هو لا يوجد دليل علمي على اعاده الاصابه مره اخرى بفيروس كورونا. نعم دكتور، في سؤال ثاني جانا برضو بخصوص فيروس كورونا، هل فعلا فيروس كورونا ضعف ولا نحن احساسنا بالخطر ضعف؟ يعني هل فيروس كورونا هو ولا لا نحن احساسنا بالفيروس بالخطوره الفيروس قلت عندنا؟ هو احنا ما فيش حاجه اسمها الفيروس قل او الخطورة قلت. احنا لحد لو بنشوف يو اس اي او امريكا بنشوف الوفيات بتزيد والاعداد بتزيد، والصحه العالميه قالت نفسها انه ما فيش الفيروس، فيروس كورونا مش موسمي، يعني مثلا مش هيبقى في الشتاء ضعيف او قوي وفي الصيف، لانه ما بتاثرش بالحراره. فاحنا يعني يمكن احنا بنستعجل شويه في ان احنا نطلع، او الانسان دايما بيسعى للحريه وبيسعى ان هو يبتعد عن القيود والكلام ده، فالماسك بالنسبه له وتعقيم الاسطح والايد والكلام ده كله قيود. فهو احنا خلاص يعني خلاص بقى الحاجه، في ناس مصابين تمام بنعيش حياتنا طبيعي وكلام. للاسف انه انا عايز اقول انه مش كل الناس اللي فوق ال 60 سنه دول اللي هم عرضه، او الناس الامراض المزمنه. في بعض الناس معناها نسبه قليله شباب وما عندهمش اي امراض مزمنه وتطور معاهم الحاله لحالات حرجه وتطور معاهم الحاله للوفاه. فبالتالي لازم نحافظ على الاجراءات الوقائيه لحد اخر مره.
نعم دكتور، في كمان جانا سؤال برضو بخصوص الباكسين. نحن اللي تابع محاضرتك شاف انه الكورونا هو قديم، مش مو جديد، هو كفيروس من سارس لمارس لكل الامور هذه كلها، وجدنا انه من قدمه الى الان لا يوجد فاكسين. نحن حسب المحاضره اللي انت اديتنا هي انه ما في فاكسين للسارس ولا في فاكسين، فهل المتوقع يعني بعد هذا العمر اللي عشناه مع كورونا غير الكوفيد 19، انه هل من المتوقع ان يكون في فاكسين لكوفيد 19؟ يعني احنا عايزين نقول على حاجه، ان سارس هو كان 10,000 حاله على مستوى العالم، مش كتير، فبالتالي ان الشركات تدور على بحث لانها استثمارات ضخمه. الفاكسين ده بيحتاج اختبارات كبيره جدا وتجربه على الناس والكلام ده كله. فسارس ما استمرش الفتره اللي هي تديله فتره ان هو تديله يعني مثلا احساس ان الشركات احساس ان هم لازم يطلعوا فاكسين لسارس. كورونا بتاع الابل كان اكتره في السعوديه، يعني كان اغلب الحالات في السعوديه، لانه اصلا منشاه من جزيره اللي هو الميرس كوفي او كورونا الابل. فبالتالي كان كل الحالات 2400 حاله وكانوا اغلبهم في السعوديه، فما كانش فيه انتشار عالمي بحيث ان هو يعمل ازعاج للناس. الكوفيد اللي هو كورونا الصين ديت طبعا مشكلته ان هو له حتى يعني ده فيروس من ضمن فيروسات كورونا، ولكن برضه له كذا فصيله، فلازم التطعيم يحتوي على كل الفصائل بتاعه كورونا اللي هو الكوفيد. فبالتالي طبعا المشكله كبيره، 20 مليون في العالم اصيبوا، 700 الف وفاه، فبالتالي كل العالم بيجري ان هو يدور على فاكسين للموضوع. بس ان شاء الله يعني طبعا اذا كان كل الشركات الكبرى وكل شركات الادويه الكبرى وكل الناس بتجري للموضوع ده، بس على الاقل يعني اعتقد ان احنا نطلع بفاكسين بالنسبه للكوفيد. يعني روسيا بتحاول، الصين بتحاول، موديرنا في امريكا، استرازينكا، في ناس كتير بتحاول. بس هو المشكله مش في مشكله، اعتقد ان هو لو هو فيروس عادي كان الفاكسين كان المراحل بتاعته كانت اسرع من كده، بس هم بيحاولوا ان هم يحتوي كل الفصائل بتاعه الكورونا. طيب دكتور، اسئله كثيره بس انا حسالك اخر، حوجه لك اخر سؤال بعد اذنك. في مصطلح يمكن نفهمه ونحن از ميديكال بروفايدر، انه تسطيح المنحنى للكوفيد للانفكشن، بس الناس العاديه جايز عم تسال عنه، ايش يعني تسطيح المنحنى؟ ايش يعني منحنى وايش يعني تسطح المنحنى؟ وليه نحن مبسوطين از ميديكال ستاف انه اوكي صار عندنا تسطيح للمنحنى؟ طيب هو يعني اللي هو الزيرو ستيشن ده او التسطيح المنحنى ده، انه عدد المتعافين قد عدد المصابين او عدد المتعافين اكثر من عدد المصابين، ماشي. انا شايف ان هو يعني ده شيء كويس. احنا كنا فين في الاول؟ احنا كنا عدد المصابين 5,000 شخص في اليوم في السعوديه، فدلوقتي عدد المتعافين بقى اكبر من عدد المصابين. لكن هل تعتقد ان في بؤره واحده، لو في بؤره واحده موجود فيها الفيروس فهو سبب لانتشار الفيروس مره اخرى؟ يعني هي سايكل لا تنتهي، احنا ما انتهاش في ايدينا. انا طالما في 1500 مصاب لسه يوميا، يبقى معناته ان احنا لسه ما في يعني تسطيح المنحنى ده بالنسبه لنا حاجه احصائيه بحته. لكن عمليا انت اصل يعني انا احنا عايزين نحسب حاجه، انت دلوقتي في عندك عزيز وناس اعزاء على قلبك والكلام ده كله، انت بالنسبه لك الارقام لا تعني شيء. هو بالنسبه للاحصائيات هو رقم، انت رقم، لكن بالنسبه للعزيز اللي عندك انت ده شخص عزيز عليك، فبالتالي الاجراءات لازم تبقى مشدده. تسطيح المنحنى هو شيء كويس، وده دليل ان احنا برضو يعني نعتبر ثابتين كونستانت، بس احنا خايفين من طبعا زي ما احنا عارفين انه الصيف والخريف، الخريف والشتاء بتظهر في فيروسات تانية، منها الانفلونزا، منها الاتش 1N1. فطبعا في الوقت ده مع الكورونا هيبقى في يعني، ونتمنى ان هم ما يكونش كده، هيبقى في كذا فيروس بيشتركوا في اصابه البشر او ان هم يوصلوهم لحالات حرجه. فبالتالي احنا لازم
احنا من لحد الشتاء على الاقل لازم ان احنا نقلل العدد ده بشكل كبير بحيث ان هو يبقى الموضوع سيف. تمام دكتور، في نهاية هذا اللقاء يعني ما كلمة شكرا جليلة بحق حضرتك. زي ما أنا قلت من أول، يعني نحن بنفخر بالمستشفى السعودي الألماني مدينة المنورة بوجود إنسان زي حضرتك معانا بالمستشفى. وزي ما أنا قلت من أول إنه أنت حضرتك فارس من الفوارس اللي كانوا معانا بمواجهة كورونا. جزاك الله خير ونفع الله بك وبعلمك دكتور، وبشكر اللي حضروا معانا الندوة كلها اليوم. وآخر شيء ما بقدر غير أقول ربي يحمينا ويحميكم من هالفيروس ومن كل الأوبئة ومن أي وباء أو أي جائحة. جزاك الله خير دكتور. بشكر الأستاذ علاء على إنه يعني طبعاً أتاح لي الفرصة ديت وقسم التسويق، وهو طبعاً زي ما أنا دايماً بقول عليه المايسترو أو المنظم لكل الإيفنتس الحلوة اللي هو بيعملها دايماً. بشكر السادة المستمعين، ونتمنى يعني إن إحنا نكون أفدناكم بشيء حتى لو قليل، وإن شاء الله ما تشوفوش مكروه، وإن شاء الله نتقابل مرة تانية وتكون الأمور أحسن والأمور أمن ونتقابل في صحة وسعادة بإذن الله. آمين يا رب. شكرا يا دكتور، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام.